بما يتفق مع القانون الدولي. ما توصل إليه الفريق المشترك لتقييم الحوادث بأن قوات التحالف لم تقم بقصف مستشفى السبعين للأمومة، وأن الإجراءات التي تمت في أثناء هذه العملية العسكرية كانت متوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. إلا أن الفريق ونظرا لتضرر المستشفى ولدواعي إنسانية بحتة يرى بأن تقوم قوات التحالف بتقديم المساعدات المناسبة نتيجة للأضرار الجانبية التي وقعت على المستشفى جراء هذا القصف الذي تم على الأهداف المشروعة، بالإضافة إلى وقوع بعض من الخسائر البشرية بحسب ما جاء في الادعاء، من خلال طبعا تقديم طلبات التعويض إلى اللجان المشكلة من خلال الحكومة الشرعية اليمنية. وبشأن قصف قوات التحالف العربي لمتحف قصر صالة في تعز، أكد الفريق المشترك أن المتحف هدف عسكري مشروع، كونه تحول بعد إغلاقه إلى مقر عسكري لميليشيا الحوثي المسلحة. ورد إلى الفريق تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن أن قوات التحالف قامت بتاريخ 22 أكتوبر بقصف متحف قصر صالة، الأمر الذي تسبب في حدوث أضرار جزئية بالمبنى. طبعا بناء على المعطيات التي توصل إلى الفريق ومن جرات التحقق، تبين للفريق بأن ميليشيا الحوثي المسلحة تمكنت من الاستيلاء طبعا على متحف قصر صالة بمدينة تعز، واستخدمته كثكنة عسكرية ومخزن للأسلحة. وأود أن أشير بأن هذا المتحف قد توقف العمل به من تاريخ 2013، وأن القانون الدولي الإنساني المتمثل في المواد القانونية المادة 4 في اتفاقية الممتلكات الثقافية سنة 1954، بالإضافة إلى مادة 53 البروتوكول الإضافي الأول، بالإضافة إلى القاعدة العرفية رقم 40 تحظر استخدام مثل هذه المتاحف المخصصة لأغراض ثقافية في دعم المجهود الحربي، وتعتبر هذه من جرائم الحرب. المتحف طبعا يلاحظ أمامكم بأنه ما تم استهدافه هذه المنطقة فقط، وباقي طبعا مرافق المتحف بالكامل سليمة، لم تتعرض لأي قصف. بناء طبعا على ما تم عرض امام حضراتكم، فان الاجراءات التي تمت من قبل قوات التحالف في اثناء طبعا عمليه القصف الذي تمت كانت سليمه ومتوافقه مع القانون الدولي الانساني. تمكن الجيش اليمني من تحرير مواقع جديده في جبهه نهم شرقي صنعاء، الميليشيات الانقلابيه وقوات المخلوع صالح، اثر معارك عنيفه اسفرت عن مقتل واسر عدد من الانقلابيين. وتأتي هذه الانتصارات في وقت